بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. هذا البيت الشعري نسب إلى المتنبي، وذلك وفق قصة تالية. تابعونا لطفا لنستمر بوجودكم. المشكات تي في. قالت العرب: أعذب الشعر أكذبه، أي من أكذب ما قالت الشعر يكون أجوده وأحسنه. وبيت المتنبي الذي جاء فيه: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. بالتأكيد فإن المعاني التي خرج إليها البيت هي خارج المألوف ولا يقبلها العقل والمنطق، ولكن لهذا البيت قصة سأسردها باختصار. مر المتنبي على بائعة سمن فقيرة تبيع الرطل ب10 دراهم، أي رطل السمن. فجاءها رجل غني ميسور الحال فاشترى 10 أرطال، ورفض أن يدفع لها سوى 10 دراهم، ومضى. فأخذت تبكي وتنادي عليه فلم يستجب. ثم نادى عليه المتنبي بنفسه ولكنه دون جدوى. فأنشد المتنبي هذا البيت الشعري: الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. وفي رواية أخرى: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائق اللبن. فهل أصبحنا نعيش في زمن الذئب والنملة؟